السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الأجهزة. مبدئيا احنا شو عملنا نقطة، نقول إن حد لو عاوز يسأل أسئلة في الأناتومي، سؤال أو جزئية معينة مش مفهومة، ده أسئلة كتير في الأجهزة بصراحة، سواء بقى عن الأجهزة ذات نفسها أو عن الأجهزة الأرتري. فاحنا النهاردة إن شاء الله نحاول نلم الأجهزة بشكل مبسط وبشكل كويس، بحيث انه سواء ايا إن كان الكتاب اللي انت بتقرا منه هتيجي تقرا منه الاجزاء اللي بعد كده هتلاقي نفسك فاهم الكلام ان شاء الله. مبدئيا الاناتومي، عارفين احنا الاناتومي من غير صور ما يبقاش اناتومي، يعني انا مش هقعد احفظ الحاجه واحفظ الكلام، واللي بيخلي الاناتومي صعب ان انا اقعد احفظ الكلام وانا مش فاهم اصلا الكلام اللي انا بحفظه ده شكله عامل ازاي او تركيبه عامل ازاي. ما انا لازم افهم واشوف صوره قدامي وافهم الاناتومي عامل ازاي. تمام. فاول نقطه في الاكزيليا هي نقطه الباوندريز اوف الاكزيليا، اللي هي الحدود بتاعه الاكزيليا. منطقه الاكزيليا اللي هي منطقه الابط ديت، اللي هي حدود، اللي هي منطقه تحت الباطن من العلاج العربي، منطقه الابط. قال لك هي واخده الشكل الهرمي، تمام، يعني الاكزيليا واخده بيراميدال شيب كده، واخده شكل هرمي، تمام، في المنطقه اللي هي موجوده ما بين الدراع وما بين القفص الصدري من فوق خالص كده، مدفوسه تحت يعني. تمام، كنا لما بنتكلم بالعربي نقول اجزله او نقول الابط، تيجي في دماغنا منطقه الابط اللي هي المنطقه اللي فيها ايه، اللي فيها المنطقه اللي فيها شعر الابط فقط، يعني يقول لك دي منطقه الابط. لا، ده الحقيقه ده الابط ده تجويف كبير، بدايته هنا من عند الجلد من بره ومكمل لغايه جوه، لغايه عظمه الكلافك فوق، لغايه عظمه الترقوه فوق، ودخل على الرقبه كمان. تمام، التجويف الهرمي ده كله اسمه التجويف بتاع ايه، اسم التجويف بتاع الاجزله. يبقى الاجزله واخده شكل بيراميدال ان شيب، تمام، ليها ايبكس يعني لها قمه، القمه بتاعه الهرم هنا ناحيه فوق، تمام، وليها بيز اللي هي القاعده بتاعه الايه، بتاعه الهرم من تحت، تمام، وليها اربع جدران، انتيرو رول اللي هو الجدار اللي باصص ناحيه قدام، وبوستيرو رول اللي هو الجدار اللي باصص ناحيه ورا، وليها ميديال وول اللي هو الجدار اللي باصص ناحيه القفص الصدري، وعرفنا عن ايه ميديال ولاترال زمان في الفيديوهات بتاعه الانترودكشن، وعندك لاترال وول اللي هو الجدار اللي باصص ناحيه الايه، ناحيه الهيومرس، او ناحيه الايه، ناحيه الارم من ناحيه ايه، ناحيه بره. يبقى ده التجويف بتاع الاجزيلا. يبقى الاجزيلا دي عباره عن بيراميدال شيب، يعني واخده الشكل الهرمي، ليها ايبكس وليها بيز وليها انتيريور وول بوستيريور وول ميديال وول ولاترال وول، تمام. فهتلاقي بيقول لك ان الاجزيلا دي عباره عن بيراميدال سبيس بتوين ذا ارم، يعني ما بين الدراع ناحيه لاترالي ناحيه بره، تمام، اللي هو الدراع ناحيه بره اهو، عند بتوين ذا شيست وول اللي هو الجدار بتاع القفص الصدري ناحيه ايه، ناحيه ميديال ناحيه جوه، ليها اربعه وولز، انتيريور وول بوستيريور وول ميديال وول لاترال وول. وفي عند الايبكس دايركتد ابوردز يعني بصه ناحيه فوق، والبيز دايركتد داونوردز يعني بصه ناحيه ايه، ناحيه تحت، تمام. عاوزين ناخد بقى الباوندريز بتاعه الاجزيلا او الحدود بتاعه الاجزيلا، نمسك كل واحده من دول، الايبكس والبيز والانتيريور واللاترال والميديال وكل الولز دي، ونقول كل واحد فيهم بيتكون من ايه. تمام، هنبدا اول حاجه بالايبكس. تمام، الايبكس اللي هي المنطقه دي، اللي هي المنطقه اللي موجوده هنا ما بين الاجزيلا ودخل على الرقبه من فوق، واللي بتوصل لك بقى الايه، الاكزيلري ارتري والبريكيال فيسل والبريكيال بلكسس وكل الحاجات دي اللي داخل ناحيه الاكزيلا بتخش من قلب الايه، من قلب الايبكس دي. فهتلاقي بيقول لك انه الايبكس اللي هي المنطقه، لو بصيت على الايبكس من فوق، يعني لو ديت انا كده جايب شخص ببص على كتفه من فوق، من جنب رقبته كده او من جنب راسه كده، ببص على كتفه من فوق، فلقيت ان العظمه اللي موجوده ناحيه قدام دي هي عظمه مين؟ هي عظمه الكلافيكل. ولقيت انه العظمه اللي موجوده ناحيه ميديال ديت هي عظمه الايه، فيرست ريب او اول ضلع من الضلوع اللي موجوده في القفص الصدري. ولقيت ان العظمه اللي باصه من ناحيه ورا ديت هي عظمه الايه، الاسكابيولا، اللي عظمه لوح الكتف من ورا. والتجويف اللي في النص دوت هو الايبكس بتاعت مين، هو الايبكس بتاعت الاكزيلا. فلما نيجي نقول لك دلوقتي تقول لي ايه الباوندريز بتاعت الايه، الايبكس بتاعت الاكزيلا، فانا مش هحفظ حاجه من قدام الرسمه ديت، هعرف اطلع منها كل حاجه. قلت له الايبكس بتاعت الاكزيلا والله بيحدها من ناحيه انتيريور، يعني موجود من ناحيه انتيريور العظمه بتاعت مين، بتاعت الكلف، ويحدها من ناحيه بوستيريور، ناحيه بوستيريور هتلاقي مين، العظمه بتاعت، العظمه بتاعت الايه، الاسكابيولا، بالتحديد الابر بوردر بتاع الاسكابيولا، يعني الحته العلويه كده من الايه، من الاسكابيولا، ويحدها من ناحيه ميديال مين، الفيرست ريب اللي هو اول ضلع من الضلوع اللي موجوده في القفص ايه، في القفص الصدري. وادي الايبكس اللي هي بتدخل كل الحاجات اللي داخله قلب الاجزيلا بقى، وجايه من الرقبه، نازل لك من الرقبه شويه الاعصاب اللي راح تغذي الدراع اللي سميناها البريكل بلكسس، ونازل لك من الرقبه الشريان اللي بينزل الدراع اللي سميناه الاكسيلري ارتري، وكمان طالع منها وداخل على الرقبه الاكسيلري فين اللي هو الوريد اللي طالع من ايه، من الدراع، غير شويه الاستراكشرز والليمفاتكس والحاجات اللي بتعدي من ايه، من الرقبه لقلب الدراع. يبقى الايبكس ديت هي المدخل بتاع مين، هي المدخل بتاع الاكسيلري، وادي الباوندريز بتاعتها. فلما اجي اقول لك الايبكس، يقول لك الايبكس از دايركتد ابوردز، يعني بص ناحيه فوق،
اند كوميونيكيتس وذ نيك، يعني تتصل بالنيك من خلال تراينجل ارجاب، يعني من خلال شكل مثلث كده زي ما احنا شايفينه، بنسميه السيرفايكو اكزيلاري كانال. كلمه سيرفايكو دي يعني متعلقه بالرقبه، واكزيلاري يعني متعلقه بالاجزيلا، وكانال يعني قناه. يعني بقول لك ان الايبكس ديت بتمثل السيرفايكو اكزيلاري كانال، اللي هي القناه او المكان اللي بيوصل ما بين الاجزيلا وما بين مين، وبين الرقبه من فوق. بيقول لك ان الايبكس ديت بترانسميت الاكزيلاري فيسلز، يعني بتنزل من تحت بقى الاكزيلاري فيسلز والكوردس اوف ذا بريكال بريكسس والبرانشات او الفروع بتاعه البريكال بريكسس عشان تغذي الدراع كله. تمام. طب ايه بقى، ايه هي بقى الريليشنز بتاعه الاكزيلا او الباوندريز بتاعتها؟ قلت له من ناحيه انتيريور في الكلافيكل، ودي سهله جدا، ومن ناحيه بوستيريور في الابر بوردر بتاع الاسكابيولا زي ما اتفقنا وورينا في الرسمه اللي هناك، ومن ناحيه ميديا في الاوتر بوردر بتاع الفيرست ريب. ادي الفيرست ريب اهو، الانر بوردر باصص ناحيه جوه، واوتر بوردر باصص ناحيه الاكزيلا. يبقى انا بتكلم في الاوتر بوردر، يبقى ديت الريليشنز بتاعه الاكزيلا، الكلافيكل والابر بوردر بتاع الاسكابيولا، والاوتر بوردر بتاع مين؟ والاوتر بوردر بتاع الفيرست ريب. اوعى تتلخبط وتقول الانر بوردر، لان انت عارف ان الفيرست ريب ده باصص ناحيه جوه، والاجزيلا هي موجوده ناحيه ايه؟ ناحيه بره. يبقى ده الاوتر بوردر بتاع الفيرست ريب وليس الانر ايه؟ وليس الانر بوردر. وبكده خلصنا الايبكس. نخش على اللي بعدها الانتيريور وول. عاوز اكلمك بيقول لك الانتيريور وول بيتكون من ايه؟ خلينا نقول البيز الاول قبل ما نقول الانتيريور وول. البيز اللي هي المنطقه دي، البيز اللي هي كل واحد مننا فرد دراعه بالمنظر اللي هو موجود في الصوره ده، وابتدى يحط ايده كده او صوابعه في منطقة الأجزيلا ويحس، هيلاقي إيه موجود من تحت كده في الأجزيلا؟ هيلاقي شوية لحمة، هيلاقي شوية جلد، وتحت الجلد شوية عضلات، لكن مفيش عظم. لو حطيت صباعك كده وحاولت تدخله جوه في الأجزيلا مش هتلاقي عظم يقابلك، هتلاقي شوية إيه؟ شوية سوفت تيشو، شوية أنسجة رخوة كده بسيطة عبارة عن جلد وعضلات. تمام؟ تمام. الصورة اللي أنت شايفها ديت لما تيجي تشوف الفلور بتاعت الأجزيلا أو البيز بتاعت الأجزيلا، أرضية الأجزيلا بتتكون من إيه من تحت؟ هتبص هتلاقي فيه سكن من بره اللي هو الجلد. تمام؟ والجلد تحته طبعا الفاشيه، كلنا عارفين ان الجلد تحته حاجه اسمها الفاشيه، واتكلمنا عنها قبل كده في فيديوهات الانترودكشن. بعد الجلد وبعد الفاشيه لازم هتلاقي بقى ايه؟ شويه عضلات. لكن الحقيقه انت مش هتلاقي شويه عضلات، انت هتلاقي فاشيه تانية بتمتد ما بين العضله اللي موجوده ناحيه قدام دي والعضله اللي موجوده ناحيه ورا دي. تمام؟ العضله اللي موجوده ناحيه قدام دي اسمها البكتوراليس ميجور. تمام؟ والعضله اللي موجوده ناحيه ورا دي اسمها التيريز ميجور. دي عضله اسمها البكتوراليس ميجور، وده عضله اسمها التيريز ميجور. تمام؟ العضلتين دول بيمتد ما بينهم فاشيه اسمها الاكزيلاري فاشيه. تمام؟ يبقى الاكزيلاري فاشيه ديت عباره عن حته طبقه من الفاشيه بتمتد ما بين العضله ناحيه قدام دي اسمها البكتوراليس ميجور، وهي اللي هي المنطقه وماشيه ناحيه ورا كده عشان تمسك العضله ناحيه ورا اسمها التيريز ميجور، وتمتد وتعمل لك جزء من الفلور بتاع مين؟ بتاع الاكزيلا. يبقى كده الاجزيلا الفلور بتاعها بيتكون من ايه؟ بيتكون من سكن اللي هو الجلد ناحيه بره، والفاشيه اللي تحت سكن اللي تحت السكن مباشره اللي احنا هنسميها هنا السوبرفيشال فاشيه، الفاشيه اللي ناحيه فوق سوبرفيشال. وبعد كده حته الديب فاشيه اللي تحت بقى اسمها الاكزيلاري فاشيه، اللي بتمتد ما بين البكتوراليس ميجور ماسل، اللي عضله البكتوراليس ميجور من هنا، وبتمتد ما بين عضله اللاتسماس دورساي، مش انا اسف مش التريز ميجور، اللي بتمتد ناحيه عضله اللاتسماس دورساي، ده العضله اللي موجوده ناحيه هنا دي اسمها عضله اللاتسماس دورساي. يبقى بتمتد الاكزيلاري فاشيه اللي عامله الفلور من البكتوراليس ميجور من قدام، ولا تسمى سوفساي ناحيه ايه؟ ناحيه ورا. تمام؟ تمام. فلما تيجي تبص هنا على الفلور يقول لك اتس فورمد باي سكند ديب فاشيه، بنسميها الاكزيلاري فاشيه. الاكزيلاري فاشيه ديت بتعمل الفلور اوف اكزيلا، وبتمتد ما بين عضله البكتوراليس ميجور من ناحيه قدام وعضله اللاتسماس دورساي من ناحيه ورا. تمام؟ تمام. It becomes tense when arm is abducted and raised above the head. ده كلام ما يفرقش معانا في حاجه قوي، ان عضله البكتوراليس فاشيا او السكن لو انت حطيت صباعك كده في المنطقه بتاعت الاكسيلاري فاشيا اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، وحاولت تفرد دراعك تبعده عن جسمك تعمله ابدكشن ناحيه بره، هتلاقي المنطقه بالجلد بتاعها بقى ايه؟ بقى تنس شويه، بقى ناشف شويه. طب لو حاولت تقرب دراعك ناحيه ايه؟ ناحيه راسك، او تقربه ناحيه جسمك، هتلاقي الجلد اللي فيها بقى خفيف شويه. دي نقطه ما تفرقش معايا في حاجه. انا كل اللي يهمني ان البيز دي بتتكون من السكين وسوبرفيشال فاشيا، تحت سوبرفيشال فاشيا هتلاقي الاكزيلاري فاشيا بتمتد من البكتوراليس ميجور ماسل للتسمس دورسال. ده كلام محترم جدا اللي هي الرسمه اللي قدامنا دي. تمام؟ تمام. عاوزين ناخد بقى الانتيرور بوردر، الانتيرور وول بتاع الايه؟ بتاع الاسكابيولا. الانتيرور وول بتاع الاسكابيولا هتلاقي ان الانتيرور وول بتاع الاسكابيولا لما اجي ابص على بتاع الاكزيلا، يا ربي، لما اجي ابص على الاكزيلا من قدام هتلاقي ايه اول عضله هتلاقيها من بره؟ انت طبعا هتلاقي سكن، وتحت السكن في فاشيه اللي احنا بنسميها هنا بكتورا فاشيه. تمام؟ المهم تحت السكن هتلاقي في العضله الكبيره قوي دي اللي واخد اوريجن من الكلافيكل، واخد اوريجن من الاسترنم، وراحه مجمعه بعضها علشان تمسك هنا في الايه؟ في الهيومرس، في عظمه الهيومرس، ونعرف كمان شويه هتمسك فين في الهيومرس بالتحديد.
المهم ان العضله الكبيره ديت اكيد بتمثل جزء من الانتيريور وول بتاع الاكسل، يعني لو شلتها هلاقي وراها الاكسل. العضله دي اسمها عضله البكتوراليس ميجور، بتمثل جزء من الانتيريور وول بتاع الاكسل، تمام؟ فبالتالي من الحاجات اللي موجوده في الانتيريور وول بتاع الاكسل اكيد هتلاقي عضله البكتوراليس ميجور، تمام؟ طب عايزين نشوف عضله البكتوراليس ميجور دي لما نشيلها هنلاقي ايه موجود تحتها. هنبص عليها من الجنب، ادي عضلة البكتوراليس ميجور. لو حد متخيل معايا، عشان مش متخيل انا هحاول اشوف صورة ليها افضل علشان الناس تبقى متخيلة الوضع، اللي هي الصورة دي. انا عايزك تتخيل معايا الصورتين، انا هنا ديت كانت العضلة بتاعت البكتوراليس ميجور اللي موجودة في ناحية الانتيريور وول بتاع مين، بتاع الاجزيلا اهي، تمام؟ هشيل عضلة البكتوراليس ميجور دي خالص وابص تحتها، ابص تحتها هلاقي المنظر ده، هلاقي ان في عضلة تانية صغيرة تحت البكتوراليس ميجور نايمة على طول على الضلوع كده، اسمها عضلة البكتوراليس مينور، تمام؟ عضلة البكتوراليس مينور هي طالعة من الضلوع من رقم الضلع رقم 3 4 و5، وراح تمسك فوق هنا في العظمة بتاعت الاسكابيلا في حاجة اسمها الكراكيت بروسيس، المفروض ان احنا عارفينه في الاسكابيلا. فادي العضلة اللي اسمها عضلة البكتوراليس مينور، تمام؟ فأكيد كده عضلة البكتوراليس مينور هي مغطية على الأنتيرو وول بتاع مين، بتاع الأكسل. يبقى كده أنا خدت عضلتين موجودين في الأنتيرو وول بتاع الأكسل، العضلة دي اللي اسمها عضلة البكتوراليس ميجور، ودي لما شلتها لقيت في عضلة تانية صغيرة تحتها اسمها عضلة البكتوراليس مينور، تمام. قال لك طب أنا عاوز أبص عليهم بالجنب بقى، يعني هجيب الجسم الشخص ده وبدل ما أنا باصص في وشه كده، لا هاجي ناحية دراعه هنا كده وأبص بالجنب كده. فهتلاقي مين؟ هتلاقي عضلة البكتوراليس ميجور قدامك دي عبارة عن خط، تمام؟ وعضلة البكتوراليس مينور عبارة عن خط صغير تاني موجود ايه؟ موجود وراها، اللي هو بالمنظر ده، اللي هو بالمنظر ده. لو انا باصص من الجنب، لو انا باصص من الجنب شايف قدامك الرسمة دي، هتلاقي دوت الجلد من بره، انا باصص على الشخص من جنبه من ناحية دراعه من الجنب، فدوت ايه؟ الجلد بتاع القفص الصدري من قدام، يعني الجلد بتاع منطقة الايه؟ الشيست من قدام، منطقة القفص الصدري من قدام. وبعد كده تحت الفاشية بتاعته اللي هي سميتها هنا البكتورال فاشية عشان قدامها البكتوراليس ميجور ماسل، ديت عضلة البكتوراليس ميجور ماسل اللي هي موجودة هنا قدام في منطقة القفص الصدري. هبص ولاقي وراها عضلة صغيرة اسمها عضلة البكتوراليس ايه؟ البكتوراليس مينور. لازم تكون بتخيل معايا الرسم ده كويس، ان انا باصص على الشخص من الجنب، فعضلة البكتوراليس ميجور اللي هي العضلة الكبيرة قوي دي هشوفها عبارة عن خط صغير ماشي بالطول كده، لان انا باصص عليها من ايه؟ من الجنب. وعضلة البكتوراليس مينور هشوفها الخط الصغير اللي تحتيها اللي هو بالمنظر ده، ادي البكتوراليس ميجور وادي البكتوراليس مينور تحتيها. قال لك امال ايه العظمه اللي فوق دي؟ قال لك دي عظمه الكلافيكل، قطعتها بالعرض فبان عندي منها حته صغيره كده بالعرض اللي عظمه الكلافيكل. قال لك الحقيقه انت هتلاقي انه ادي عضله الايه؟ البكتوراليس مينور. هتلاقي ان ما بين عضله البكتوراليس مينور وما بين عظمه الكلافيكل هتلاقي في حته كده من الفاشيه سميتها الكلافيكو بيكتورال فاشيا. كلافيكو بيكتورال فاشيا ليه؟ لانها جايه من الكلافيكل فسميتها كلافيكو، وراحت البكتوراليس مينور فسميتها بيكتورال فاشيا، فسميت دي كلها اسمها كلافيكو بيكتورال فاشيا، تمام؟ وهتلاقي ان البكتوراليس مينور دي مكمله تحت ونازله مع البكتورال فاشيا الاصليه تحت، مكمله بحاجه اسمها السسبنسوري، سسبنسوري ليجامنت، تمام؟ سسبنسوري ليجامنت. لو انت عاوز تشوف الحاجات ديت في الرسمه الثانيه اللي احنا لسه جايبينها من شويه، اقول لك والله هتلاقي ان في هنا ويمتد من هنا لناحيه الكلافيكل من فوق كده طول المنطقه دي حاجه اسمها كلافيكو بكتورال فاشيا. لو رسمتها لك علشان تبقى واضحه، هتلاقي ان ادي عضله البكتوراليس مينور بيمتد فيها من هنا كده كل المنطقه دي كده، كل الحته دي كده، تمام؟ عباره عن طبقه من الفاشيه اسمها كلافيكو بكتورال فاشيا، تمتد من البكتوراليس مينور لناحيه فوق، تمام. وهتلاقي لو بينزل منها تحت كده، شوية فاشيا اسمها السسبنسوري، سسبنسوري ليجامنت. فبكده الحاجات دي داخلة معايا كمان في الانتيرو وول بتاع الاكسل، سواء بقى البكتوراليس مينور، سواء بقى الكلافي بكتورال فاشيا موجودة في الانتيرو وول كمان، وسواء السسبنسوري ليجامنت، كل الحاجات دي موجودة في الانتيرو وول، ومعانا العضلة اللي مغطية على كل الحاجات دي كلها اللي هي عضلة كبيرة اللي هي عضلة البكتوراليس ميجور. لما اجي انا ابص على الشخص من الجنب فبشوف عضلة البكتوراليس ميجور عاملة زي الخط كده قدامي، عضلة البكتوراليس ميجور وعضلة البكتوراليس مينور اللي خط صغير اللي وسطها اللي هي دي، بشوفها بالجنب اشوفها بالمنظر ده، وهتلاقي طالع منها من هنا الكلافي بيكتور الفاشيا ماسكه في الكلافيكل من فوق، ونازل منها من هنا الايه؟ السسبنسر والليجامنت، وماسك في الايه؟ في الايه؟ في الـ في الـ في البيكتور الفاشيا من تحت.
تمام. فده المنظر اللي هشوفه، وادي الكلام اللي موجود في الكتاب، ان هو بيقول لك ان الانجير رود بيتكون من عضله اسمها البكتوراليس ميجور، اظن كده فهمناها، ومن عضله اسمها البكتوراليس مينور، اظن كده فهمناها، ومن عضله اسمها السبكليفيس، هي عضله صغيره كده موجوده تحت الايه، تحت الكلافيك، اللي اظن نشوفها، اظن نشوفها في الصوره، اللي هي العضله الصغيره قوي دي اسمها عضله السبكليفيس، داخله هنا اهيت، تعتبر برضو جزء من الانجير رود بتاع الاجزيلا، ما فيهاش اي مشاكل. تمام. وبيتكون بقى من الكلافي بيكتورال فاشيا، او كلافيكو بيكتورال فاشيا، وتمتد من الرول مارجن اوف ذا انتيرو رول، از كولد ذا انتيرو فولد، بتمتد من الكلافي بيكتورال فاشيا، بتمتد من الكلافيكل تحت لغايه الايه، لغايه الايه، البكتوراليز مينور. تمام. بيقول لك ان الانتيرو اللور مارجن بتاع الانتيرو رول از كولد ذا انتيرو فولد، اللي هي الحته الصغيره دي، يعني انت شايف، لو انت بصيت معايا هنا، الحته دي، الحته اللي هي ايه، ملفوفه على بعضها دي، بتاعت ايه، عدد البكتيريا اللي بتلف على بعضها، الحته دي بسميها الانتيرور فولد. تمام، حتى حاجه معلومه تافهه ما تفرقش معايا في حاجه قوي يعني، ولكن دي بسميها الانتيرور فولد. الانتيرور فولد از فورمد باي ذا بكتيريا ميجور ماسل اونلي، زي ما احنا شايفين اهو، ما فيش مشاكل خالص ان الانتيرور فولد اللي هي الحته الملفوفه دي اللي اسمها الانتيرور فولد تكون بالبكتيريا ميجور ماسل. تمام، لكن ايه هي مكونات الانجير رول؟ تقول لي بكتيرال ميجور، بكتيرال مينور، الكلافي بكتور الفاشيا اللي موجوده معانا، وكده تبقى انت ظبطت الايه، ظبطت النقطه دي. ننتقل بعد كده للنقطه اللي بعدها، عاوزين نتكلم دي بقى، ديت رسمه واخد بيها، باصص بيها على الايبكس من ناحيه فوق، فاكر الرسمه دي اللي انا وصيت بيها على الايبكس من ناحيه فوق؟ تمام، نفس الرسمه برضو اهي، بصيت بيها على الايبكس من ناحيه فوق، عاوز ابص على الايبكس من ناحيه فوق، لقيت العظمه المدوره ديت هي عظمه مين؟ عظمه الهيومرس، اصل انا واخد قطاع عرضي في الجسم. تمام، بصص من ناحيه فوق، فعظمه الهيومرس الطويله دي هشوفها عباره عن دايره، لان انا بصص عليها من فوق، من ناحيه راس الشخص كده بص عليها من فوق، فده عظمه الهيومرس ناحيه لاترال. تمام، وادي الضلع دوت اللي هو الفيرست ريب. تمام، وادي عظمه مين ديت؟ عظمه الاسكابيولا، لان دي ناحيه ورا. تمام، وادي عظمه الكلافيكال اللي المفروض قدام هنا، وقدامها عضله مين؟ عضله البكتوراليس ميجور، ووراها العضله الصغيره اللي هي واخده نص صغير وراها، اسمها عضله البكتوراليس مينور. تمام، يبقى دي ناحيه قدام بكتوراليس ميجور، بكتوراليس مينور، وادي الريب بتاعنا، والريب خلي بالك نايم عليه عضله اسمها عضله السيريتس انتيريور، العضله الخضراء ديت عشان هتخدمنا كمان شويه، وادي الكلافيكل والعضله الصغيره اللي موجوده ورا الكلافيكل ديت، فيها عضلة السبتريبس، وفي شوية عضلات تانية هنعرفها كمان شوية موجودة في البوستيريور وول، هي دي رب الاسكابيولا. تمام، المهم أنا عاوز أعرف دلوقتي في الولز، بالنسبة للحاجات اللي عليها الول، عاوز أعرف البوستيريور وول بيتكون من إيه. تمام، قلت له طب ما تيجي نبص على البوستيريور وول. لما تبص على البوستيريور وول اللي هو النقطة اللي موجودة هنا دي، هتلاقي أول حاجة موجودة عندك في البوستيريور وول اللي هي الاسكابيولا، عظمة الاسكابيولا موجودة من وراك كده، عظمة الاسكابيولا، لو عاوز تبص عليها معايا أهي، ادي العظمه اللي واخده شكل المثلث دي، اللي هي بنغطيها بشويه عضلات اللي واخده لون البني، العظمه دي اسمها عظمه الاسكابيولا، موجوده في البوستيريور وول. طيب امال ايه العضله الكبيره اللي مغطيه على عظمه الاسكابيولا دي؟ مش العضله ديت برضه موجوده في البوستيريور وول بتاع الاجزيلا؟ اه، موجوده في البوستيريور وول بتاع الاجزيلا، والعضله دي اسمها عضله السب سكابيولاريز، عضله السب سكابيولاريز موجوده هي كمان في البوستيريور وول بتاع الاجزيلا. تمام، امال ايه العضلتين الصغيرين دول مش موجودين برضه معانا في البوستيريور وول بتاع الاجزيلا؟ اه، موجودين في البوستيريور وول بتاع الاجزيلا. قال لك العضله اللي طالعه من الاسكابيولا كده وراح تمسك في عظمه الهيومرس من هنا اسمها عضله التيريز ميجور، التيريز ميجور، والعضله اللي طالعه من الثوراسيك كافيتي، او طالعه من الثوركس يعني، من القفص الصدري، وراح تمسك في عظمه الهيومرس برضو، اسمها عضله اللاتسموس دورساي. فاكر من شويه اللاتسموس دورساي دي انا قلت لك عليها ايه؟ انا قلت لك من شويه ان اللاتسموس دورساي ديت اللي كانت موجوده ما بين الكلافي بيكتورال فاشيا، اللي كانت موجوده ما بين البكتوراليز ميجور واللاتسموس دورساي الاكسلري فاشيا، لما كلمتك في النقطه دي قلت لك ادي عضله البكتوراليز ميجور وادي عضله اللاتسموس دورساي، اظن واضح جدا ان عضله اللاتسموس دورساي اللي احنا كنا بنشاور عليها هنا موجوده في البوستيريور وول، موجوده ناحيه ورا، وبيمتد ما بين الايه، البكتوراليز ميجور واللاتسموس دورساي، حاجه اسمها الايه، الاكسلري فاشيا، اللي هي موجوده في الفلور بتاعه الاكسلري. تمام، ده مش موضوعنا، نرجع تاني للبوستيريور وول، ونقول ان البوستيريور وول موجود قدامك فيه ثلاث عضلات، العضله الكبيره ديت اللي هي عضله السبسكابيلاريز من ناحيه فوق كده، وعضلتين اتنين من ناحيه تحت، عضله اسمها التيريز ميجور وشفنا شكلها قدامنا، وعضله اسمها اللاتسموس دورساي. التيريز ميجور واللاتسموس دورساي رايحين يمسكوا في الهيومرس. تمام، ومن ناحيه قدام زي ما احنا عارفين برضو انه البكتوراليز ميجور هي كمان راح تمسك في الهيومرس.
طب انا عاوز اشوف الهيومرس دلوقتي ماسك فيها 3 عضلات، عضلة البكتورالis ميجور من قدام اهي، تمام، وعضلة تانية اسمها عضلة التيريز ميجور، وعضلة تالتة اسمها عضلة اللاتسموس ايه، اللاتسموس لوسا. ال3 عضلات دول ماسكين من ورا، عاوز اعرف ماسكين ازاي في قلب الهيومرس. قال لك بص يا سيدي على الرسمة دي، شايف المنظر ده؟ ده نفس المنظر اللي انا واخد ايه، باصص على جسم الشخص من ناحية فوق، تمام، واخد قطاع عرضي وباصص من ناحية الكتف كده من ناحية فوق. العظمة دي هي عظمة الهيومرس، وادي الضلع الاولاني اهو اللي هو الفيرست ايه، الفيرست ريب. قال لك يا سيدي العضلة اللي جاية من ناحية قدام ديت هي عضلة البكتوراليز ميجور اهي، عضلة البكتوراليز ميجور جاية ماسكة في الهيومرس اهي، تمام، والعضلة اللي هي موجودة هنا يعني كده بس هي مش مرسومة، وادي العضلة اللي جاية من ناحية ورا من الاسكابيولا اسمها عضلة التيريز ميجور اهي، اللي هي العضلة دي عضلة التيريز ميجور موجودة ناحية ورا اهي، تمام، اهي جاية مسكت هنا في قلب مين؟ قلب الهيومرس برضه. يبقى قال العضلة التالتة اللي اسمها عضلة اسمها سورساي الحقيقة مش مرسومة معانا هنا في الرسم، ولكنها جاية تمسك هنا في النص هنا في الحتة الايه، التجويف الصغير اللي هو الجروف اللي موجود عندي ده، تمام. يبقى ده ترتيب ال3 عضلات، التيريز ميجور دي ورا خالص اهي، وقدامها اللاتسموس دورساي، وقدامهم خالص الكلافيكل اللي هي مش مرسومه هنا. ابص هنا الاقي التيريز ميجور فعلا ورا خالص اهي، وقدامها اللاتسموس دورساي مش مرسومه هنا لكنها جايه تمسك في الحته الجروف او الحته التجويف ده، وقدامهم خالص من ناحيه انتيريور عضله البكتوراليز ايه، البكتوراليز ميجور، تمام. يبقى انا عندي في الكلافيكل، يبقى انا عندي في الهيومرس عظمه الهيومرس اهي بيجي فيها تجويف صغير هنا كده، تمام، التجويف ده بيمسك فيه من هنا من ناحية ورا عضلة التريز ميجور، وبيمسك فيه من هنا من ناحية قدام عضلة البكتوراليز ميجور، وبيمسك فيه هنا في التجويف جوه من نفسه عضلة اللاتسموس ايه، اللاتسموس دورسال. النقطة دي مهمة جدا في الريليشنز بتاعت الايه، بتاعت الأجزاء. هنلاقي الكلام اللي جاي بعد كده بقى سهل ان شاء الله. فلما بقول لك البوستيريور وول بيتكون من ايه، فقلت لك بيتكون من عضله اسمها عضله السبسكابيلاريز، وبيتكون من عضله اسمها عضله اللاتسموس دورساي، وبيتكون كمان من عضله اسمها عضله التيريز ايه، التيريز ميجور، تمام. ادي التيريز ميجور وادي اللاتسموس دورساي، ده اللي يهمني في التكوين بتاع مين، في التكوين بتاع البوستيريور وول. طيب لما اجي اقول لك الميديال وول بيتكون من ايه، يعني ايه الميديال وول؟ قلت له الميديال وول يعني الحته اللي ناحيه جوه دي، تمام، الميديال وول يعني الايه، اللي ناحيه القفص الصدري. قلت له طب ما انا عارف يا عم، انت عندك ادي الفيرست ريب اهو، تمام، ونايم عليه عضله اللي هي واخده اللون الاخضر ده اسمها عضله الايه، عضله البكتورا، عضله السيريتاس انتيريور، تمام. ادي العضله اللي نايم على الريب اسمها سيريتاس انتيريور، مش ده ناحيه ميديال وده ناحيه لاترال، فدوت الميديال الاولى اهوت نايم عليه عضله اسمها عضله السيريتاس انتيريور. طب ما توري لي كده عضله السيريتاس انتيريور شكلها عامل ازاي؟ قلت له شكلها عامل بالمنظر ده اهي، شايف شويه العضلات اللي طالعه كده من الدروع وراح تمشي ناحيه الاجزيله، شوية العضلات دي ادي 1 2 3 4 5، كل العضلات دي كده على بعضها اسمها عضلة السيريتاس انتيريور، كل العضلات دي اسمها عضلة السيريتاس انتيريور اهي، دي ادي 1 1 2 3 4 5 6، كل العضلات دي اسمها عضلة السيريتاس انتيريور. واضح جدا انها نايمة على جدار القفص الصدري، يعني ناحية الجسم من جوه، يعني ناحية ميديال، فتعتبر جزء من مكونات الميديال وول بتاع مين؟ بتاع الاجزل. طب هي بس اللي موجودة في الميديال وول؟ قال لك لا يا حبيبي، انت عندك كمان في شوية عضلات ما بين الضلوع بعضها، ادي الضلع الاول وادي الضلع التاني وادي الضلع التالت، ما بين الضلع الاول والضلع التاني في شويه عضلات اهم، وبين الضلع التاني والضلع التالت في شويه عضلات اهم، وهكذا مكمل طول ما انت ماشي. شويه العضلات دي بنسميها الانتر كوستال ماسلز، انتر كوستال، انتر يعني في ما بين، وكوستال يعني ضلوع، اللي جايه من كلمه ايه، ضلوع، فانتر كوستال يعني العضلات اللي موجوده ما بين الضلوع، فنفس الفكره برضو الانتر كوستال ماسلز دي تعتبر من مكونات الميديال وول. يبقى انا خدت حاجتين مهمين جدا من مكونات الميديال وول، عضله اسمها عضله السيريتاس انتيريور، وشويه العضلات اسمها عضلات الانتر كوستال ايه، الانتر كوستال ماسلز. فهتلاقي بيقول لك مكونات الميديال وول بيتكون من الابر 5 ريبز اند ريد انتر كوستال سبيسز، على عيننا وراسنا يعني ال5 ضلوع الفوقانيين. طيب وعليهم مين؟ عليهم السيريتاس انتيريور ماسل، تمام، وعليهم كمان الانتر كوستال ماسلز، حتى لو كتب مش كاتبها فاحنا فاهمين ان الانتر كوستال ماسلز موجوده معانا. يبقى الميديال وول اهو بيتكون من ال5 ضلوع الفوقانيين دول، وعليهم عضلات اسمها عضلات السيريتاس انتيريور، وشويه العضلات اللي اسمها الانتركوستال ايه، انتركوستال ماسلز. وكده خلصنا الميديال وول بتاع الاكزل. يبقى لنا حاجه اخيره وهي اللاترال وول بتاع الاكزل، واظن ان احنا كلنا عارفينه، ان احنا عارفين ان اللاترال وول بتاع الاكزل اللي هو مين، اللاترال وول بتاع الاكزل اللي هو المنطقه بتاعت الهيومرس دي. طب المنطقه بتاعت الهيومرس دي، ما احنا لسه شايفين شكلها من شويه، وقلنا ان المنطقه بتاعت الهيومرس اللي هي واخده المنظر ده ماسك فيها من قدام هنا عضله البكتوراليز ميجور، ومن ورا هنا عضلات اللي هي التيريز ميجور واللاتسموس دورساي، تمام، وبتتكون من الهيومرس ذات نفسها، تمام، وادي الجروف دوت اللي موجود عندنا هنا في قلب الايه،
الجروف اللي موجودين عندنا هنا في قلب الايه، في قلب الهيومرس. الجروف ده بنسميه انتر تيوبيركيولار سالكس او انتر تيوبيركيولار جروف. ليه يا عم؟ اصل انت الحته الكبيره المجعلصه دي بنسميها الجريتر تيوبيركل، والحته الصغيره دي بنسميها الليسر تيوبيركل لانها اصغر شويه، والجروف اللي في النص ده بنسميه انتر تيوبيركيولار جروف، يعني الجروف اللي موجود بين الاثنين تيوبيركلز او الانتر تيوبيركيولار سالكس. ما كلمه سالكس بتساوي جروف اصلا. تمام. فدي هي الحاجه الوحيده اللي موجوده عندك هنا في الايه، في اللاترال وول بتاع الاجزيل اللي ناحيه اللاترال. قال لك هم دول بس. قال لك الحقيقه في عضلتين صغيرين ماشيين هنا في المنطقه دي ونازلين تحت مكملين في الدراع من تحت، اسمها عضله الكراكو بريكياليز وعضله البايسبس بريكيال. طب ازاي عاوزين نشوفهم؟ فقلت له اوريهم لك اهم. ادي زي ما اتفقنا، ادي البكتيرالز ميجور راح تمسك هنا، تمام، وادي التيريز ميجور راح تمسك هنا، تمام، وادي الانتر تيوبيركولار جروف في النص ماشي، وقدامه هنا عضلتين صغيرين، عضله اسمها عضله البايسبس اللي هي عضله الايه الباي، وعضله تانيه اسمها عضله الكراكو بريكيالز. يبقى عضله البايسبس وعضله الكراكو بريكيالز الاثنين دول نازلين ومكملين في الدراع من تحت، ولكن صدفه ان هم جم معايا في الميدل رول بتاع الاجزاء. تمام، عاوز تشوفهم؟ قلت له اوريهم لك. ادي عضله البايسبس اهي نازله من فوق ونازله لتحت، فموجوده في الميدل رول، في اللاترال رول بتاع الايه، في اللاترال رول بتاع الاجزيلا. تمام. فلما تيجي تبص الكلام المكتوب في اللاترال رول بتاع الاجزيلا، قلت له بتتكون من الابر بارت اوف ذا شافت اوف ذا هيومرس، يعني من الجزء العلوي من عظمه الهيومرس اللي احنا لسه شايفينه، ومن عضله اسمها الكراكو براكياليز ماسل، ومن الشورت هيد اوف بايسبس اللي هي عضله البايسبس. تمام، وكمان من الانتر تيوبيركولار جروف اللي هو الجروف اللي موجود ما بين الاثنين ايه، الاثنين تيوبيركلز اللي موجودين معاك دول. تمام، الجروف اللي موجود ما بين الاثنين تيوبيركلز. بكده احنا خلصنا جزء مهم جدا اسمه الباوندريز او الريليشنز او الحدود بتاعه الايه، بتاعه الاجزله. تمام، نراجع عليه بسرعه جدا. عرفنا ان الاجزله عباره عن برامدل ايه، برامدل ان شيب، ليها ايبكس وليها بيز وليها انتيرور وول وبوستيرور وول ولاترال وول وميديال وول. وعرفنا ان الايبكس بيحدها من قدام الكلافيكل ومن ورا الاسكابيلا، الابر بوردر بتاع الاسكابيلا وهنا الاوتر بوردر بتاع الفيرست ريب. تمام، وعرفنا ان الاجزيلا الفلور بتاعتها بتتكون من شويه سكين وحاجه اسمها الاجزيلاري فاشيا اللي بتمتد بين عضله البكتوراليس ميجور قدام وعضله اللاتيسموس دورساي من ورا. وعرفنا ان الانتير وول بيكون عضله كبيره اسمها عضله البكتوراليس ميجور، ولو شلت عضله البكتوراليس ميجور دي هتلاقي وراها عضله ثانيه صغيره اللي هي دي اللي هي اسمها عضله البكتوراليس مينور، وهلاقي ان البكتوراليس مينور مكمله هنا ناحيه فوق بالكلافيكل بحاجه اسمها كلافي بكتورال فاشيا، ونازله لتحت بحاجه اسمها سسبنسوري ليجامنت. تمام، ولقيت انه البوستيرور وول بيتكون من عضله اسمها عضله السبسكابيلاريز وعضلتين تانيين اسمها عضله اللاتيسموس دورساي وعضله الايه التيريس ميجور. تمام، وعرفت ان الميديال وول بيتكون من عضلات اسمها الابر خمسه ريبس الدور ناحيه الخمسه اللي فوق والسيريتس انتيرور وانتر كوستال ماسلز. تمام، وعرفت الرسمه الجميله ديت اللي هي بتوري لي المنظر العلوي من فوق، ان البكتراليز ميجور من قدام والبكتراليز مينور تحتها، وادي الفيرست ريب وعليها السيريتس انتيرور، وادي الاسكابيلا وعليها اللاتيسموس دورساي والتيريز ميجور، وادي الهيومرس والسالكس اللي موجود فيها والعضلات اللي ماسكه فيها. تمام. كده خلصت ريليشنز الباوندريز بتاعت الكلافيكل. عاوزين نخش في نقطة تانية اسمها الكونتنتس بتاعت الأجزيلا بقى. الباوندرز بتاعت الأجزيلا، عاوزين نعرف الكونتنتس بتاعت الأجزيلا. يعني إيه الكونتنتس بتاعت الأجزيلا؟ يعني إيه هي الحاجات اللي هتعدي من قلب الأجزيلا وتنزل تحت في الدراع؟ من الآخر يعني. فقلت له يا سيدي ما أنت عارف إن الأجزيلا دي بتعدي ثلاث حاجات مهمين أو ثلاث حاجات بشكل أساسي. شايف العضلة دي؟ ديت الشورت هيد عضلة البايسبس، وأدي عضلة الكراكو بريكياليس اللي إحنا اتفقنا إن هم موجودين في اللاترال وول. يعني ده موجودين جنب عظمه الهيومرس من هنا. تمام، واكيد هنا اللي مش مبين هنا القفص الصدري موجود قدام. ايه بقى الحاجات اللي هتنزل من الرقبه فوق وتنزل عشان تخش في الدراع من تحت؟ قال لك الحقيقه هم ثلاث حاجات اساسيين وشويه حاجات تحابيش كده زياده عليهم. ثلاث الحاجات الاساسيين هم العصب اللي هيغذي الدراع اللي اسمه البريكيال بلكسس. تمام، البريكيال بلكسس. ثاني حاجه الشريان اللي هيغذي الدراع اللي اسمه الاكزيلاري ارتري اللي واخد اللون الاحمر ده. تالت حاجة الوريد اللي هياخد الدم من الدراع ويرجعه للقلب تاني اللي اسمه الاكزيلاري فين اللي واخد اللون الازرق ده. تمام، قال لك يا سيدي عشان اريحك في العلاقات ما بين الحاجات دي، طول ما انت ماشي الاكزيلاري فين ده ماشي ناحية ميديال من الاكزيلاري ارتر، مش احنا اتفقنا ان ديت العضلة ديت جنبها هنا الهيومرس يعني دي ناحية لاترال ودي ناحية ميديال ناحية القفص الصدري هنا ميديال. فكده الاكزيلاري ارتري موجود ناحية لاترال والاكزيلاري فين موجود ناحية ميديال. ففي كل العلاقات اللي هناخدها دلوقتي مع الاكزيلاري ارتري هتقول لي ان الاكزيلاري فين موجود ناحيه ميديال. بينما بقى البريكيال بلكسس اللي هو واخد اللون الاخضر ده بصراحه ايه ملعبك شويه. هنحاول نشرحه وننمو الدنيا فيه دلوقتي ان شاء الله. لكن ديت الثلاث مكونات اللي موجوده عندي بشكل اساسي.
عاوز ابدا بقى بحاجه اسمها البريكل بلكسس اللي ايه بيرخم على ناس كتير، وناس كتير بتعتبره صعب. هنشرحه بشكل مبسط بحيث تفهم يعني ايه بريكل بلكسس، وبعد كده هتقدر تفهم ايه المكونات بتاعته بسهوله ان شاء الله. البريكل بلكسس اللي هو واخد اللون الاخضر ده، ونازل من الدراع من فوق ونازل تحت على مين، على الايه، نازل من الرقبه من فوق من العمود الفقري من الرقبه، ونازل تحت مكمل في الايه في الدراع. ادي البريكل بلكسس يا سيدي. قال لك يا سيدي انت عندك 5 فقرات، عندك C5 اللي هي الفقرة السيرفايكال، الفقرة العنقية رقم 5، والفقرة العنقية رقم 6، والفقرة العنقية رقم 7، والفقرة العنقية رقم 8. لكن الحقيقة مفيش حاجة اسمها فقرة عنقية رقم 8. احنا زي ما اتفقنا وزي ما احنا فاهمين ان الأعصاب ما بتطلعش من جوه الفقرة، ولكن بتطلع من الحبل الشوكي اللي هو السباينال كورد. فاحنا عارفين ان الحبل الشوكي في المنطقة بتاعته العنقية مقسمهم ل 8 سيجمنتس، يعني 8 قطع، القطعة رقم 5 والقطعة رقم 6 والقطعة رقم 7 والقطعة رقم 8. تمام. فالمهم ان الخمسة وستة وسبعة وثمانية من السيرفايكال سيجمنتس دول من العمود من السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي، بيشاركوا معانا هنا في الايه في الاعصاب اللي راح تغذي الدراع، وكمان بيشارك معاهم واحدة كمان من الاعصاب اللي هي بتاعة الثوراسيك اللي هي الاعصاب الصدرية اللي سميتها الثوراسيك واحد، يعني اول واحدة في الثوراسيك ايه في الثوراسيك سيجمنتس. تمام، اول واحدة في الحتة الثوراسيك من السباينال كورد، مفيش مشكلة. الحاجات دي تسميناها الروتس اللي هي الجذور، يعني اللي هي المنبع للسجل البداية اول حاجه خالص. فطبيعي اننا نسمي اول حاجه خالص اللي هي روتس، اللي هي الجذور او الانتيرور ريمايد اسم الضلع بتاعها، ولكن سميتها الروتس. تمام، ادي سي 5 روت، وادي سي 6 روت، وادي سي 7 روت، سي 8 روت، وتي 1 روت. تمام. ابتدت الروتس دي تتجمع مع بعضها عشان تدينا حاجه اسمها الترانكس. تمام، حاجه تدينا حاجه اسمها الترانكس. الترانكس دي بقى قال لك الايه، الروت بتاع سي 5 مع الروت بتاع سي 6 اتحدوا مع بعض عشان يديك حاجه اسمها السوبيروك ترانك اللي هو بص ناحيه فوق اهو، والروت بتاع سي 7 هو لوحده كمل وحاجه اسمها الميدل ترانك اللي هو موجود في النص، والروت بتاع سي 8 وتي 1 اتحدوا مع بعض وعملوا حاجه اسمها الانفيرور ترانك اللي هو موجود ناحيه تحت. الحاجات دي كلها ماشيه في الاجزله كده، يعني لو انت رسمت كده هتلاقي ادي الايه الدراع نازل اهو، لو انت لو حبيت تحطها في رسمه هتلاقي ان هنا موجود القفص الصدري، ونازل من هنا تحت كده هنا الدراع، وادي منطقه الاجزله كده وكده. تمام، وادي التجويف بتاع الاجزله. فالحاجات دي موجوده في التجويف بتاع الاجزله، نازله هنا من منطقه الرقبه ونازله هنا توصل لغايه الايه بدايه الدراع من تحت وانت نازل. يعني لو انا عاوز اوضحها لك في صوره شويه هتلاقي انه ادي كده ايه الروتس والنيرفس نازلين ورا بعض كده، ادي اهو نازلين كده نازلين كده نازلين كده وماشيين بقى في قلب الدراع. انا باخد المنطقه ديت وبكبرها واشوف بقى ادي هنا مثلا بدات من هنا ايه الروتس، وبعد كده الروتس اتحدت في المنطقه ديت وعملت ترانكس، والترانكس بعد كده تتجمع وهكذا. يعني واخد بالك، يعني ماشيين من هنا كده واحنا داخلين على الدراع من ايه، واحنا داخلين على الدراع من جوه، هي نفس الرسمه دي. تمام، يبقى ادي الروتس وادي الترانكس. طيب قال لك بعد كده الترانكس مش هتسكت، هتتقسم لحاجات تانية اسمها ديفيجنز. تمام، ديفيجنز. فقال لك السوبيرو ترانك هينقسم، لا كل واحد من الترانكس عموما سواء السوبيرو او الميدل او الانفيرو ترانك هينقسم لحاجه اسمها انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن. ادي اهو انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن، انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن. بس الفكره ايه بقى؟ الفكره ان الانتيرو ديفيجن بتاع السوبيرو ترانك ده مع الانتيرو ديفيجن بتاع الميدل ترانك ده هيتحدوا هما الاثنين مع بعض ويعملوا كورد واحد اسمه اللاترال كورد. هيتحدوا هما الاثنين مع بعض ويعملوا كورد واحد اسمه اللاترال كورد، ماشي. وان البوستيريور ديفيجن بتاع السوبيرو ترانك والبوستيريور ديفيجن بتاع الميدل ترانك والبوستيريور ديفيجن بتاع الانفيرو ترانك، الثلاثه بوستيريور ديفيجنز على بعض كده اتحدوا وعملوا له حاجه اسمها البوستيريور كورد. البوستيريور ايه؟ البوستيريور كورد، ماشي. هيبقى لك حاجه اخيره خالص اللي هي الانتيريور ديفيجن بتاع الانفيرو ترانك جمع لك في حاجه اسمها الميديال ايه؟ الميديال كورد. فبقى عندك لاترال كورد باصص ناحيه لاترال، وبوستيريور كورد مستخبي ورا، وميديال كورد باصص ناحيه ميديال. تمام. طول ما الرسمه دي معاك انت هتبقى فاهم الكلام اللي موجود، لكن ممكن تتلخبط فيه شويه مع الوقت، ومع انك ترسمها كذا مره، ترسم الرسمه دي كذا مره هتفهم الكوردس ومش هتتلخبط فيهم تاني ان شاء الله. يبقى انت عندك الانتيرو ديفيجن مع الانتيرو ديفيجن بتاع السوبيرو والميدل كورد اتحدوا وعملوا حاجه اسمها اللاترا، بتاع السوبيرو والميدل ترانك اتحدوا وعملوا حاجه اسمها اللاترال كورد، والثلاثه بوستيرور عملوا حاجه اسمها البوستيرور كورد، ويبقى لك الانتيرور كورد بتاع الانفيرو ترانك عمل حاجه اسمها الميديال ايه؟ الميديال كورد. كده بقى عندي 3 كوردس بقى، لاترال كورد وبوستيريور كورد وميديال كورد. هيدوا شويه برانشات، اللاترال كورد هيدي نيرف اسمه الماسكولي كوتينياس نيرف. اسمه كده اسمه ماسكولي كوتينياس من اسمه، يعني هتعرف انه بيغذي مصل
وكيوتينيوس. كيوتينيوس دي يعني جلد، فمسل وجلد، ما علينا، ولكن اسمه مسكل كيوتينيوس نيرف. انا عاوزك بس تعرف الاسماء دلوقتي عشان تبقى متخيل الصوره قدامك، وهتلاقي كل حاجه سهله بعد كده ان شاء الله. سهل ان انا اعرف المسكل كيوتينيوس نيرف ده بيغذي كذا وكذا، هتتحفظ وهتبقى سهل. تمام، يبقى اللاتر كورد طلع لي حاجه اسمها المسكل كيوتينيوس نيرف، وراح مطلع لي حته صغيره كده عشان تكمل في حاجه اسمها الميديان نيرف، برانش صغير يكمل في الميديان نيرف. ماشي، والبوستيرور كورد اللي هنا خلاه هو ما هو مكمل في حاجه اسمها الراديال نيرف، راديال نيرف، وطلع لي نيرف تاني اسمه الاكزيلري نيرف. الاكزيلري نيرف ده اللي احنا عارفين موجود برضه في منطقه الاكزيلا، ومكمل كل الحاجات دي موجوده في منطقه الاكزيلا. تمام، يبقى طلع لي اكزيلري نيرف والراديال نيرف. ماشي، بعد كده الميديال كورد راح مجمع ومدي لك برانش دخل كمل الميديال نيرف هنا مع الحاجات اللي طالعه من فوق، وبرانش تاني كمل زي ما هو اسمه الالنر، ايه اسمه الالنر نيرف. تمام، ديت الماسكولوكتينس نيرف والميديان نيرف والريديان نيرف والالنر نيرف. دي الاعصاب الطرفيه خالص بقى اللي موجوده في الدراع. الدراع بتاعك هتلاقي عصب اسمه الالنر نيرف، وهتلاقي عصب اسمه الريديان نيرف، وهتلاقي عصب اسمه الميديان نيرف، وهتلاقي عصب اسمه ماسكولوكوتينس نيرف. لو انا ما كنتش شرحت لك ده كله من الاول ما كنتش هتفهم هم جم منين بقى من البريكل بريكسس. دي موجوده في منطقه الاجزله، الحاجات دي تبدا بقى من الاجزله وتكمل في الدراع كله وانت نازل لغايه ايه؟ لغايه ايديك من تحت. تمام، ما دي الرسمه بتاعت الاجزله. لو انت قدامك الرسمه دي هتبقى كل حاجه مفهومه بالنسبه لك، بس هتضطر انك تقعد ترسمها كذا مره لحد ما تحفظها. هتعرف بقى سي 5 و6 اتجمعوا وعملوا سبيرو ترانك، وسبيرو ترانك ادى انتيرو بوستيرو ديفيجن، زي ما كل الترانكات ادت انتيرو بوستيرو ديفيجن، والانتيرو ديفيجن بتاع الايه السبيرو ترانك مع الميديا ترانك عمل اللاترال كورد، واللاترال كورد ادى نيرف اسمه المسكل كوتينوس نيرف، وادى الميديال نيرف اللي هو مع البرانش الثاني اللي جاي من الميديال كورد. تمام، وهكذا. والبوستيرو كورد ادى الراديال نيرف والاكزيلري نيرف، والميديال كورد ادى الميديال نيرف والالنر ايه والالنر نيرف. تمام، في شويه بقى نيرفات صغيره كده بتطلع، هي هتحفظها مع الوقت لكنها مش ايه مش مهمه بقدر اهميه النيرفات الكبيره. انك تبقى عارف ان ممكن مثلا من السي 5 و6 و7 هم مع بعض كده ممكن يطلعوا نيرف صغير نازل لتحت كده اسمه اللونج ثراسيك نيرف، ماشي نايم على القفص الصدري كده من تحت. اتفقنا هنا ناحيه القفص الصدري وهنا ناحيه الدراع، وديت الاجزيله، ده نازل كده نايم على القفص الصدري. دي صوره معانا برضه لو عاوز تشوفه، ادي اللونج سكابيولار نيرف اهو، اهو نازل من فوق من منطقه الاجزيله اهو، من منطقه الاجزيله هنا كده ونازل اهو ايه نايم على القفص الصدري، اسمه اللونج ثراسيك نيرف. ده نيرف صغير كده طالع من النيرف روتس من فوق، مش مو ايه مش مشكله. يبقى ديت في الروتس، الروتس بتطلع شويه نيرفات اضافيه كده غير الايه الطريق الاساسي بتاعنا، اللي هو واحد اسمه اللونجس ايه لونج ثراسيك نيرف، نازل كده بيغذي السيريس انتيرو اصلا ونايم على، ما يهمنيش هو بيغذي ايه، ما تشغلش بالك دلوقتي، يعني يهمني انك تعرف هو طالع منين وتعرف اسمه بس. بعد كده كونه بيغذي ايه ديت هتحفظها سهله ما فيهاش مشاكل يعني. تمام، اللونج ثراسيك نيرف نازل اهو، كمان بيطلع من الروتس، من الروت بتاع سي 5 بس بيطلع حاجه اسمها الدورسال سكابيولار نيرف، وحاجه ايه مكمله في الفرينك نيرف. تمام، لان الفرينك نيرف دوت اللي هو الفرينك نيرف اللي بيغذي الدايفرام يعني اللي هو الحجاب الحاجز. تمام، مفيش مشكله. طب الترانكس ما بيطلعش حاجات اضافيه؟ هي كمان قال لك السوبيرو ترانك ده رخم شويه، بيطلع نيرف اسمه سوبرا سكابيولار نيرف، ونيرف تاني للايه المصل بتاعت السبكريبياس مصل، نيرف تو سبكريبياس راح يغذي العضله بتاعت السبكريبياس اللي هي قلنا العضله الصغيره اللي موجوده تحت الكلافيكل دي، اللي هي موجوده اللي هي دي ادي دي اسمها عضله السبكريبياس، طلع لها نيرف هنا من السوبيرور من السوبيرو ترانك اسمها نيرف تو سبكريبياس. تمام، طيب الديفيجنز ما بتطلعش حاجات اضافيه؟ قال لك لا الديفيجنز محترمه ما بتطلعش حاجات اضافيه. امال الكوردز ما بتطلعش حاجات اضافيه؟ قال لك اه، قال لك ام عندي اللاترال كورد بيطلع حاجه اسمها اللاترال بيكتورال نيرف، مفيش مشكله. عندك كمان البوستيريور كورد بيطلع حاجه اسمها السب سكابيولار نيرف، والسوراكو دورسال نيرف، والانفيرور سب سكابيولار نيرف. هنحفظ الاسماء دي مش اكتر دلوقتي على ما هنعرف بعد كده في الشابتر بتاع الابر كله هنعرف الحاجات دي بتغذي ايه. طيب الميديال كورد ما بيطلعش حاجه اضافيه؟ قال لك اه، بيطلع حاجه اسمها الميديال بيكتورال نيرف، والميديال كيتينس نيرف اوف ذا ارم راح بيغذي الدراع، والميديال كيتينس نيرف اوف ذا فور ارم بيغذي جزء من السكن بتاع الفور ارم هو كمان. تمام، لكن التقسيمه الاساسيه من الروتس تدي الترانكس تدي الديفيجنز وبعد كده الكوردس عشان تديني المسكر الكوتينس والميديان والراديال والالنر، دي اهم حاجه في الموضوع لازم تكون فاهم كده. احنا لمينا موضوع البريكر بلكسس واختصرناه بحيث انه يكون مفهوم، وهتقرا اي كلام من اي كتاب سواء ايا كان كتابك هتلاقي الدنيا مفهومه ان شاء الله. عايزين نخش بعد كده بقى على البريكيال، على الاكزيلري ارتري. الاكزيلري ارتري دي تالت حاجه موجوده في قلب الاكزيلا اللي اسمه الاكزيلري ارتري. عايزين نعرف الريليشنز بتاعت الاكزيلري ارتري. مبدئيا كده الاكزيلري ارتري بدأ منين؟ النيرف ده الارتري ده اسمه السبكليفيان ارتري. تمام؟ تمام. السبكليفيان ارتري بيكمل هنا
مجرد ما يوصل تحت هنا الليفل او تحت المستوى بتاع الفيرست ريب، يعني معناه انه مجرد ما يدخل الاكزيلا هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه الاكزيلاري ارتري. وبعد ما يطلع من الاكزيلا هنا عند اللور بوردر بتاع التيريز ميجور هنا او اللاتيسموس دورساي، هيكون لك حاجه اسمها البريكيال ارتري. في ناس بتاخد في دماغها او بتفتكر يقول لك ايه سب كليفيال ارتري، إيه سب كليفيال ارتري والاكزيلاري ارتري والبريكيال ارتري، يكون في دماغه ان كل واحد من دول ارتري مختلف وموجود في مكان مختلف من الجسم. لا يا حبيبي، ده هما التلاتة دول نفس الشريان نازل لغاية الإيد من تحت، ولكن الفكرة إنه بيسميه على حسب المكان اللي هو فيه. لما كان موجود هنا في النك كان بيسميه سب كليفيا، لما دخل هنا في الأكزيلا سميته أكزيلاري، ولما دخل هنا تحت في الأبر لمب سميته بريكيال. لكن هما التلاتة كلهم هو الشريان واحد مكمل لغاية تحت. تمام، دي نقطة مهمة جدا لازم تكون مفهومة. كلامنا النهاردة بقى عن إيه؟ عن الأكزيلاري أرتري اللي هو موجود في منطقة مين؟ في منطقة الأكزيلا. تمام، فهنلاقي ان الاكزيلاري ارتري، الاكزيلاري الاكزيلاري ارتري بيبدا عند الاوتر بوردر بتاع الفيرست ريب زي ما احنا عارفين، اللي هي المدخل بتاع الاكزيلا، از كونتينيويشن اوف مين اوف سبكليفين ارتري، كتكمله للسبكليفين ارتري اللي جاي من فوق، وبينتهي تحت عند اللور بوردر بتاع التيريز ميجور، وير ات بيكمز ذا بريكال ايه، وير ات بيكمز ذا بريكال ارتري، اللي هو زي ما احنا قلنا في الرسمه دي من شويه، انه بيبدا عند الابر اللور بوردر بتاع الفيرست ريب وبينتهي عند اللور بوردر بتاع التيريز ميجور، اسمه الاكزيلاري ارتري. قال لك طب الاكزيلاري ارتري زي ما انت شايف كده ماشي مستخبي تحت العضله الصغيره دي اللي اسمها عضله مين دي؟ اللي هي عضله البكتوراليز مينور اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه. مشي زي ما هو ماشي كده وراح داخل تحت عضله البكتوراليز ميجور، وبعد ما طلع من تحتها هنا راح مكمل ايه؟ قلب الاكزيلا برضه. قال لك طب ما انا كده ممكن اقسم الاكزيلاري ارتري لثلاث اجزاء. ادي اول جزء اهو اللي هو موجود فوق العضله بتاعت البكتوراليز ميجور، ادي الجزء الثاني اهو اللي هو موجود مستخبي تحت العضله بتاعت البكتوراليز ميجور، ادي الجزء الثالث اهو اللي هو طلع من العضله وبعد تحت العضله بتاعت البكتوراليز ميجور هنا من ناحيه تحت. تمام، فقال لك هنسمي ده الفيرست بارت، الجزء ده السكند بارت، وجزء ده الثيرد بارت بتاع مين؟ بتاع الاكزيلاري ارتر. لكن هما الثلاثه نفس الاكزيلاري ارتر، ولكن قسمته على حسب المكان اللي موجود فيه، فيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت. حلو الكلام، حلو الكلام. هل بقى مطلوب منك تعرف لي الريليشن بتاعه كل بارت من دول؟ يعني الفيرست بارت ده بيحد من ناحيه الميديال، ومن ناحيه اللاترال، ومن ناحيه الانفيرور، ومن ناحيه البوستيرور والانتيرور وهكذا. تمام، دي الفيرست بارت والسكند بارت والثيرد بارت. طب احط لك قاعده الاول نخلينا ماشيين عليها. قال لك الاكزيلاري فين ماشي على طول ناحيه ميديال زي ما احنا لسه قلنا قبل ما نبدا في البريكر بيكسس على طول. قلنا ان الاكزيلاري فين ماشي على طول من ناحيه ميديال هنا كده. تمام، فسواء الفيرست بارت السكند بارت الثيرد بارت هيبقى من ناحيه ميديال في مين؟ في الاكزيلاري فين. تمام، دي قاعده خلينا ماشيين عليها. طيب عاوزين نعرف بقى ايه هي الريليشنز بتاعت البريكيال ايه؟ بتاعت البريكيال بلكسس. هناخدها في الجدول الجميل ده اللي هو باين في الرسمه اللي قدامنا دي. الرسمه دي ادي منطقه الاكزيلا، تمام، ادي العضله ديت اهي اللي هي المثلثه دي عضله البكتوراليز مينور، وزي ما اتفقنا عضله البكتوراليز مينور بتقسم لك الاكزيلاري ارتري ثلاث اجزاء، جزء قبلها اسمه فيرست بارت، جزء مستخبي تحتها اسمه السكند بارت، وجزء طالع من بعدها هنا اسمه السيرد ايه، السيرد بارت. تمام، ادي عضله الكراكو براكياليز اللي موجوده ناحيه الهيومرس مع البايسبس ناحيه لاترال، وادي هنا الايه الشيست وول مستخبي من ناحيه ميديال مش باين قدامي في الرسمه. يبقى ده الاكزيلاري ارتري طالع هنا بدايه السبكليفيان ونازل يكمل تحت هنا عشان يكمل بالايه، بالبريكيال ارتري. عاوز اعرف بقى هي الريليشنز بتاعت الاكزيلاري ارتري طول ما انا ماشي. تمام، ادي الاكزيلاري فين اهو موجود ناحيه على طول ناحيه ميديال من مين؟ من الاكزيلاري ارتري، سواء بعد الفيرست بارت للسكند بارت للثيرد بارت، فهو موجود ناحيه ايه؟ ناحيه ميديال. نبدا بالفيرست بارت. الفيرست بارت موجود على ايه؟ ناحيه انتيريور. ما قلت له يا حبيبي موجود ناحيه انتيريور، اللي هي الحاجات الانتيريور وول بتاع الاكزيلا اصلا، ما هي ما الحاجات اللي موجوده في الانتيريور اللي مخبيه على ده كله هي الانتيريور بتاع الاكزيلا اللي هو احنا لسه مذاكرينه من شويه، اللي هو زي ما احنا عارفين بقى السكن، وبعد كده الايه البكتورال فاشيا، وبعد كده البكتوراليس ميجور اللي العضله الكبيره، والايه الترافي بكتورال فاشيا. طب ليه هنا ما قلتش البكتوراليس مينور؟ مش البكتوراليس مينور موجوده في الانتيريور بتاع الاكزيلا؟ طبعا مش هقولها، لان انا بتكلم في الفيرست بارت اللي هو انا لسه ما دخلتش في البكتوراليس ميجور اصلا. عارف بقى لما هاجي في السكند بارت وهتقول لي الانتيريور وول هيكون ايه؟ هيكون برضه نفس السكن والديب فاشيا اللي هي البكتورال فاشيا والبكتوراليز ايه؟ والبكتوراليز مينور. بقى هنا تقول البكتوراليز مينور في السكند بارت. تمام، يبقى هنا سكن وبكتورال وبكتوراليز ميجور، وهنا سكن وبكتوراليز ميجور، وهتلاقي البكتوراليز مينور موجوده ايه؟
موجودة معاك. فلو بصيت معايا هنا في السكند بارت هتلاقي بقى السكن والفاشيا والبكتورالز ميجور، والبكتورالز مينور هتلاقيها موجودة معايا هي كمان. لكن فوق هنا هتلاقي الكلافيبكتورال فاشيا اللي هي موجودة ما بين البكتورالز مينور وما بين مين؟ وبين الكلافيكل اللي هي موجودة فوق هنا. تمام. طول ما انت فاهم الريليشنز بتاعت الاجزيلا هتلاقي الكلام ده سهل جدا، فالانتير رول ما فيهوش اي مشاكل. طب لما ننزل تحت في السيرد بارت هتلاقي برضو السكن وهتلاقي برضو الفاشيا، ولكن ما انتش هتلاقي البكتوراليز مينور، هتلاقي بس البكتوراليز ايه؟ البكتوراليز ميجور. تمام، هتلاقي بس البكتوراليز ميجور. والميديا روت اوف ذا ميديا نيرف مش مشكله، دي حته ايه يعني ممكن نحفظها بس هي رخمه شويه، ان الميديا روت اوف ذا ميديا نيرف هو كمان موجود ناحيه انتيرو للسيرد بارت، ولكن الانتيرو للفيرست بارت وانتيرو للسكند بارت وانتيرو للسيرد بارت كلام سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل. سكين سكين وسوبرفيشال فاشيا بكتوراليز ميجور، سكين وسوبرفيشال فاشيا بكتوراليز ميجور بكتوراليز مينور، سكين وسوبرفيشال فاشيا بس تاني من غير البكتوراليز مينور. تمام كده خلصت الانتيرو ريليشنز بتاعت مين؟ الانتيرو ريليشنز بتاعت الاكزيلاري ارتري. طب لو حبيت اقول لك البوستيرو ريليشنز، قلت له يا بابا ما هي البوستيرو ريليشنز هي البوستيرو ريليشنز بتاعت الاكزيلا اصلا. احنا قلنا ايه الحاجات اللي موجوده في الاكزيلا من ورا؟ قلت له ما انا عارف، هم 3 عضلات، عضله اسمها السب سكابيولاريس كانت عضله كبيره، وعضلتين صغيرين عضله اللاتيسموس دورساي وعضله البكتوراليس ايه؟ وعضله اللاتيسموس دورساي وعضله ايه؟ وعضله ثانيه اسمها عضله التيريس ميجور. التيريس ميجور تمام. والحاجات دي نايمه على الضلوع اللي هو الفيرست والسكند ايه؟ الفيرست والسكند ريبس، لغايه تدل على رقم 5. قال لك بالنسبه للفيرست بارت هيبقى فيه بوستيريور ايه؟ الفيرست والسكند ريجيديشنز اوف سيريتاس انتيريور ماسل اللي احنا شفناها من شويه، عضله السيريتاس انتيريور، ونازل عليهم طبعا النيرف بتاع السيريتاس انتيريور اللي اسمه لونج ثراسك نيرف، انا لسه موريه لك من شويه واحاول اوريه لك تاني. تمام، احاول اوريه لك تاني. وهيتبقى لنا الميديال روت اوف ذا بريكال بريكسس. طب ازاي؟ ادي الحاجات اللي موجوده في البوستيريور وول، اللي عضله السب سكابيلاريز، وادي عضله الايه؟ البكتوراليس التيريس ميجور، وعضله اللاتيسموس ايه؟ اللاتيسموس دورسال. تمام. وادي اللي موجود هنا في الميديال وول، فقلت لكم كنت بقول لك الايه؟ السيريتاس ايه؟ السيريتاس انتيريور. تمام. الفكره بقى ان الاكزيلاري ارتري نازل كده نايم كده على الايه؟ نايم كده على قفص الصدر، نايم اهو، نازل نايم عليه، نايم عليه، نايم عليه، يعني نايم على مين هنا؟ نايم على العضلات بتاعت السيريتاس انتيريور، هي الاخرى، يعني نايم على العضله بتاعت السيريتاس انتيريور، وبكده العضله بتاعت السيريتاس انتيريور بقت في البوستيريور ريليشن بتاعت مين؟ بتاعت الاكزيلاري ارتري، نايمه وراها اهي، نايمه وراها العضلات بتاعت السيريتاس انتيريور، فهتلاقيه لما راح لك هنا في الجدول يقول لك انها موجوده من ورا، موجود ناحيه البوستيريور ورا، الفيرست والسكند ريجيتيشنز اوف سيريتاس انتيريور، يعني اول عضلتين اتنين من السيريتاس انتيريور. تمام، وعليهم النيرف بتاعها اللي هو اسمه اللونج ثراسيك نيرف اللي انا لسه موريه لك من شويه، اللي هو ايه؟ اللونج ثراسيك نيرف اهو، اللي هو اها سي نيرف، اللونج ثراسيك نيرف اهو، اللي هو اللونج ثراسيك نيرف ده اللي نازل عليهم ده. تمام، ده اللونج ثراسيك نيرف موجود كمان مستخبي في البوستيريور ريليشن مع مين؟ مع الاكزيلري، مع الاكزيلري ارتري. يبقى لك مين تالت حاجه بقى؟ الميديان نيرف. طب الميديان نيرف ديت فين؟ انا مش شايف. قلت له يا حبيبي دي موجوده في الرسمه اللي انا جايبها لك اهو، زي ما انت شايف هنا، زي ما انت شايف هنا في الفيرست بارت بتاع الاكزيلاري ارتري، الميديال كورد بتاع البريكال ايه؟ بتاع البريكال بريكسس. تمام، الميديال كورد بتاع البريكال بريكسس فعلا، لان هنا الكوردز كانت لسه بتتكون وابتدت تتجمع تحت بقى في الايه؟ في البرانشات بتاعتها. قلت له الميديال كورد بتاع البريكال بريكسس او زي ما انت شايف ماشي، المنقط ده يعني مستخبي وراه، الرسمه دي بتلم لك كل حاجه، المنقط ده يعني مستخبي وراه، يعني موجود في البوستيريور ريليشن بالنسبه له. تمام. طيب عاوزين ناخد بالمره بقى، بما ان احنا هنا في الفيرست بارت، ناخد اللاترال والميديال ريليشنز بتاعت الفيرست بارت. بالنسبه للفيرست بارت ليه لاترال ريليشنز؟ تمام، قال لك اللاترال ان البوستيريور كوردز اوف ذا بريكال بلكسس والاكزيلاري فين من ناحيه ميديال. مفيش الميديال طبعا خلصان، احنا عارفين ان هو الاكزيلاري فين، ان الاكزيلاري فين، اكزيلاري فين ناحيه ميديال، الاكزيلاري فين ناحيه ميديال، الاكزيلاري فين ناحيه ميديال، مفيش موجود على طول ناحيه ميديال الاكزيلاري فين. يبقى المشكله في مين دلوقتي؟ في اللاترال. طيب بالنسبه هنا لللاترال بتاع مين؟ بتاع الفيرست بارت اوف ذا بريكال بلكسس، بص معايا على الرسم هتلاقي نازل من جنبك هنا اللاترال كورد اهو، وادي البوستيريور كورد اهو، الاثنين موجودين ناحيه ايه؟ موجودين ناحيه اللاترال. يبقى انا كده خلصت الريليشن، قلت له الميديا ريليشنز قلنا الاكزيلاري فين، واللاترال ريليشنز قلت له اللاترال كورد والبوستيريور كورد والزبريكال بريكسس، واللي موجود ناحيه ورا منهم الميديا كورد مستخبي ناحيه ورا. طيب تيجي تبص بقى في السكند بارت ايه اللي حصل؟ في السكند بارت اللي حصل ان اللاترال كورد خلاه مكمل زي ما هو، اهو مكمل زي ما هو،
بينما البوستيريور كورد راح ماشي بوستيريور لمين؟ للسيرفاي للاكزيلاري ارتري. يعني البوستيريور كورد غير رايه، قال لك بدل ما انا ماشي لاترال، لا ده انا اخش من هنا وامشي وراه، امشي في ظهره، فبقى ايه؟ بوستيريور. تمام. والميديال كورد اللي كان ماشي بوستيريور هنا قال لك انا هغير رايي انا كمان، عشان المكان ده ما يسعناش احنا الاثنين، هيقوم طالع هو ورا ويمشي ايه؟ يمشي ميديال، يمشي ناحيه ميديال. يبقى اللاترال كورد خلاه ماشي لاترال زي ما هو. تمام. وراح متقسم لك الماسكولو كوتينس نيرف والميديال نيرف زي ما خدنا في الجدول بتاع البريكر بريكسس من شويه. تمام. والبوستيريور كورد قال لك لا انا هغير رايي وهخش بوستيريور. تمام. وهنقسم بقى التقسيمات بتاعتي، سواء بقى هتقول لي الميديال نيرف ولا سواء الراديال والاكزيلاري نيرف اللي هم طالعين من البوستيريور روت، مفيش مشكله. والميديال روت قال لك لا ده انا همشي ناحيه ميديال. تمام. وهكمل زي ما انا بكمل بقى اللي هي الماسكولو كوتينس نيرف والالنر نيرف زي ما احنا خدنا ايه؟ خدنا من شويه في البريكال بريكسس. تمام الكلام. يبقى الرسمة دي اتجمعت للريليشنز، ان انا لما اجي اقول بقى دلوقتي مين هو اللي موجود في اللاترال ريليشنز ومين اللي موجود في الميديا ريليشنز بتاعت مين؟ بتاعت السكند بارت اوف اكزيلري ارتري اللي هو مستخبي ورا الايه؟ ورا البكتوراليز ميجور، ورا البكتوراليز ميجور. فقلت له هنا في ناحية اللاترال مش هتلاقي غير حاجة واحدة اللي هي موجودة هنا، مين؟ اللاترال كورد اوف البريكال بلكسس. طيب وناحية الميديال هتلاقي مين دي هنا؟ دي عندك هنا ناحية الميديال، هتلاقي اللي جه عندك ناحيه الميديال للميديال كورد اوف ذا فيريكال بلكسس اللي هي وات ناحيه ميديال. ومين اللي بقى مستخبي ناحيه ورا؟ في البوستيريور، البوستيريور كورد اوف ذا فيريكال بلكسس. تمام. تمام. الرسمه دي جمعت لي الايه؟ جمعت لي الدنيا. فتبص هتلاقي فعلا ان السكند بارت اوف ذا فيريكال بلكسس اللي موجود ناحيه ميديال اكيد طبعا الاكزيلري فين، ولكن دخل معاك مين؟ الميديال كورد اوف ذا فيريكال بلكسس اللي هو غير اتجاهه وراح ناحيه ميديال. وناحيه لاترال هتلاقي اللاترال كورد اوف ذا بريكال بلكسس ده ثابت على موقفه ما تغيرش. تمام. وعضله الكراكو براكياليس كلنا عارفين ان عضله الكراكو براكياليس موجوده ناحيه لاترال، فمفيش مشكله انها تبقى موجوده معانا. بينما اللي موجود ناحيه بوستيريور البوستيريور كورد اوف ذا بريكال بلكسس، لان اتفقنا انه غير رايه ومش وراه في البوستيريور. والسابس كابيلاريس لان السابس كابيلاريس اصلا موجوده في البوستيريور وور بتاع الاجزيلا، فطبيعي انها تكون موجوده ايه؟ موجوده هنا. فلما تبص للسكند بارت هتلاقي موجود ناحيه لاترال اللاترال كورد اوف ذا بريكال بلكسس، وكمان معاك الكوراكو براكياليز ماسل اهي، ادي الكوراكو براكياليز ماسل اهي ماسكه في الكوراكو بروسيس ونازله من هنا، موجوده ناحيه الهيومرس من بره. تمام. فهي كمان موجوده ناحيه لاترال. وهتلاقي ناحيه ميديال الايه؟ الميديال نيرف والميديال كورد، الميديال كورد اوف ذا بريكال بلكسس. تمام. الميديال كورد اوف ذا بريكال بلكسس. وهتلاقي اللي مستخبي وراه من ورا مين؟ البوستيريور كورد اوف ذا بريكال ايه؟ اوف ذا بريكال، اوف ذا بريكال بلكسس. ومعاك العضله بتاعت السابس كابيلاريز اللي هي نايمه ناحيه ايه؟ نايمه ناحيه ورا. تمام. تمام. وكده يبقى خلصنا الريليشنز بتاعت السكند بارت اوف ذا بريكال بلكسس، اكيد طبعا ناحيه ميديا الاكزيلاري فين. تمام. تمام كده خلصنا الريليشنز بتاعت السكند بارت. طيب بالنسبه للثيرد بارت بقى، عاوز اعرف مين اللي موجود في ناحيه ميديا ومين اللي موجود في ناحيه لاترال. ماشي. قلت له الثيرد بارت زي ما انت شايف كده، اتفقنا ان اللاترال كورد مكمل زي ما هو ثابت على موقفه، وراح مطلع لك ناحيه لاترال هنا حاجتين اتنين، حاجه اسمها الميديا نيرف وحاجه اسمها الماسكولو كوتينس نيرف، الاثنين مكملين معاك ناحيه لاترال. الميديال نيرف والماسكولو كوتينس نيرف. تمام. اهو الميديال نيرف والماسكولو كوتينس نيرف ونفس العضله اللي هي بتاعت الكراكو بريكانس. تمام. طلعتهم من الرسم ما فيهمش اي مشاكل. طيب مين اللي موجود ناحيه ميديال؟ قال لك الميديال كورد بقى اتقسم للماسكولو كوتينس نيرف والالنر نيرف، الاثنين موجودين ناحيه ميديال اهو، الماسكولو كوتينس نيرف. تمام. والالنر نيرف. تمام. تمام. ادي الماسكولو كوتينس نيرف وادي الالنر نيرف، الاثنين موجودين، الاثنين موجودين ناحيه ميديال. وطبعا هتزود عليهم الاكزيلاري فين، لان الاكزيلاري فين زي ما اتفقنا موجود ناحيه ميديال في كل الحاجات. ماشي. يبقى هنا في الفيرست بارت كان الاكزيلاري فين ميديال لوحده، في السكند بارت كان الاكزيلاري فين ميديال ودخل معاه مين؟ الميديال كورد. في الثيرد بارت الاكزيلاري فين برضه ميديال ودخل معاه الالنر نيرف والماسكولو كوتينس نيرف اوف ذا ايه؟ اوف ذا فور ارم. تمام. تمام. امال مين بقى اللي موجود ناحيه بوستيريور؟ قال لي انا ناحيه بوستيريور الاثنين نيرف سيرتورا من البوستيريور كورد اللي هم الراديال نيرف والاكزيلاري ايه؟ والاكزيلاري، والاكزيلاري نيرف. تمام. وكمان برضو معاك نفس العضله اللي هي السابس كابيلاريز او التيريز ميجور واللاتسموس دورساي اللي هي العضلات اللي موجوده ناحيه ورا في البوستيريور رول بتاع الاجزاء، هتبقى موجوده معانا ناحيه بوستيريور. فلما تيجي تبص على الجدول بتاعنا هتلاقي ان اللي موجود ناحيه ايه؟ ناحيه لاترال الميديان نيرف والماسكولو كوتينس نيرف والكراكو براكياليس اهم. الميديان نيرف والماسكولو كوتينس نيرف والكراكو براكياليس ناحيه لاترال. واللي موجود ناحيه ميديال الاكزيلاري فين والالنر نيرف والماسكولو كوتينس نيرف اوف ذا ايه؟ اوف ذا فور ارم اهم. الاكزيلاري فين والميديال كوتينس نيرف اوف ذا فور ارم والالنر نيرف. تمام. تمام.
وهتلاقي اللي موجود ناحية بوستيريور اللي بتخبي ناحية ورا الريديال نيرف والاكزيلاري نيرف اهم، الريديال نيرف والاكزيلاري نيرف اللي كملوا من البوستيريور كورد ومشوا ورا، ومعاك شوية العضلات اللي موجودة هنا في الاجزيلا من ورا اللي هم السبسكابيلاريز بقى واللاتيسموس بورساي والتيريز ميجور، الحاجات دي موجودة ناحية بوستيريور على طول. فسواء سبسكابيلاريز موجودة ناحية بوستيريور في السكند بارت، ولما نزلت تحت في السيرد بارت لقيت دخل معايا كمان الايه التيريز ميجور واللاتيسموس بورساي، لان زي ما انت شايف في الرسمة، الرسمة بتاعت البوستيريور وول دي هنا الفيرست بارت تمام، وهنا السكند بارت، وهنا دخل على السيرد بارت. فهتلاقي انه في الفيرست بارت في السكند بارت يعني هو الفيرست بارت اهو، بعدين نكمل سكند وبعد كده سيرد بارت. فالسكند بارت مستخبي وراه مين؟ السابسكابيلاريس، بينما السيرد بارت مستخبي وراه اللاتيسموس دورساي والتريز ميجور وحته صغيره كده من ايه؟ من السابسكابيلاريس هي كمان، حته صغيره من السابسكابيلاريس هي كمان تمام؟ تمام. اي الكلام الموجود بتاعنا في الجدول اللي هي البوستيريور ريليشنز، قلت له هنا السابسكابيلاريس في السكند بارت وتحت المسلس بتاعت البوستيريور اوف زاكزيلا اللي هي السابسكابيلاريس واللاتيسموس دورساي والتريز ميجور تمام، ومعاك راديو الاكزيلاري نيرفس طبعا اللي هم شايفينهم في الرسم. وبكده بقى خلصنا الجدول بتاع الريليشنز بتاع الاكزيلاري ارتري، جدول مهم جدا جدا جدا، لو انت ما كانش معاك الرسمه ديت عمرك ما كنت تعرف ايه، عمرك ما كنت تعرف تحفظه، وتحفظه من الرسمه ديت، رسمه جميله جدا ممتازه جدا. عايزين دلوقتي بقى ناخد نبذه بسيطه كده عن الايه البرانشات بتاعت الاكزيلاري ارتري، يعني ايه الارتريز او الحاجات اللي بتطلع من الاكزيلاري ارتري. هنقسمهم برضو على حسب فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت، ايه الفروع او البرانشات اللي بتطلع من الفيرست بارت واللي بتطلع من السكند بارت واللي بتطلع من الثيرد ايه من الثيرد بارت. طيب هنشوفهم فين؟ هنشوفهم في الرسمه دي تمام. ادي نفس الرسمه اهو زي ما احنا شايفين، ادي الاكزيلاري ارتري وادي الايه الفيرست ريب، بدايه الاكزيلا بدات من هنا ورحت مكمل تحت عشان اوصل للبريكر ارتري في الدراع تمام. تمام، في شويه برانشات صغيره بتطلع بقى محتاجه اعرف اساميها تمام، ولو عرفت اساميها واماكنها هتلاقي الدنيا سهله جدا مفيش اي مشاكل. ادي الفيرست بارت قدامك زي ما انت شايف، الفيرست بارت اهو ما بيطلعش غير برانش واحد اللي هو ده اللي هو اسمه سوبيريور ثوراسيك ارتري تمام، سوبيريور ثوراسيك ارتري. ينزل السوبيريور ثوراسيك ارتري دوت ماشي كده علشان يروح يغذي الثوراسيك وول او الجدار بتاع الايه بتاع القفص الصدري تمام. تمام. طيب ننزل تاني حاجه للسكند بارت اللي هو مستخبي ورا العضله بتاعت ايه البكتوراليس، البكتوراليس مينو. هتلاقي السكند بارت بيطلع لك البرانش يهمني، البرانش ده اللي هو اسمه السوراكو اكروميال برانش، سوراكو اكروميال برانش من اسمه سوراكو اكروميال، يعني ما بين الثوراسيك وبين الاكروميال بروسيس اللي هو الاكروميال اللي موجود ناحيه فوق، ما يهمنيش المهم اسمه سوراكو اكروميال برانش. الحقيقه شايف ان ايه البرانش ده هو اهو اسمه سوراكو اكروميال برانش، مجرد ما يطلع بيفضل ينقسم هو كمان لشويه برانشات صغيره، قال لك انا مش هسكت، فبدأ يطلع شويه برانشات صغيره. ادي واحد منهم اهو اسمه كلافيكولار برانش اهو، راح يغذي مين؟ الكلافيكل تمام، الكلافيكل موجوده هنا. وادي واحد منهم تاني اهو اسمه بيكتورال برانش، راح يغذي البكتوراليز مين اهو تمام. تمام، وادي واحد منهم اهو اسمه الدلتويد برانش، راح يغذي العضله اسمها عضله الدلتويد اللي هي موجوده هنا في الدراع من بره تمام. وادي واحد رابع منهم اهو اسمه اكروميال برانش، راح يغذي الاكروميوم من فوق اللي هو ناحيه الاسكابيولا والاكروميوم ايه ناحيه الاسكابيولا من فوق اللي اسمه الاكروميوم تمام. تمام، يبقى السكند بارت بيطلع لك برانش مهم قوي اسمه السوراكو اكروميال برانش. السوراكو اكروميال برانش دوت بمجرد ما بيطلع بينقسم لاربع برانشات صغيرين، اول برانش اسمه كريبيكولار عشان يغذي الكلابيك، تاني واحد اسمه بيكتورال عشان يغذي البكتوراليز مينور، تالت واحد اسمه الدلتويد برانش عشان يغذي الدلتويد مصر، ورابع اسمه الاكروميال برانش عشان يغذي الاكروميال بروسيس بتاع مين؟ الاكروميال بروسيس بتاع الاسكابيولا. طيب هل هيكتفي بكده السكند بارت؟ قال لك لا، انا هطلع برانش تاني كمان من السكند بارت. يبقى الفيرست بارت تطلع برانش واحد بس، السكند بارت تطلع برانشين اتنين تمام، وهتعرف كمان شويه ان الثيرد بارت هيطلع ثلاث برانشات، يعني واحد اتنين ثلاثه برضه يعني. المهم السكند بارت طلع لي برانش تاني اهو اللي ماشي نازل ده اهو اسمه اللاترال ثوراسيك ارتري تمام. اللاترال ثوراسيك ارتري ده زي ما انت شايف كده ماشي على اللاترال بوردر بتاع مين؟ بتاع البكتوراليز مينور، اهي ماشي على اللاترال بوردر بتاع البكتوراليز مينور عشان بيغذي جزء من القفص الصدري او الثوراسيك وول تمام. اللاترال ثوراسيك ارتري ده ليه ميزه كمان في الفيميل اللي هو في الستات، ان هو بيغذي اللاترال بارت بتاع ايه بتاع البريست، يعني بيغذي الجزء الخارجي من الايه من الثدي في الايه في الفيميلز تمام. تمام، يبقى انت طلعت لي هنا الثوراكو اكروميال برانش اللي اتقسم لاربع برانشات، وبرانش تاني اسمه اللاترال ثوراسيك ارتري اللي بيغذي الايه اللي ماشي على اللاترال بورد بتاع البكتوراليز مينور وبيغذي الايه البريست في الفيميل، اللاترال بارت بتاع البريست في الفيميل.
طيب عندك مين تالت حاجة؟ عندك السيرد بارت، هيطلع لك تلات برانشات، تمام؟ أول واحد فيهم اسمه السبسكابيلار أرتري اللي هو ده، تمام؟ السبسكابيلار أرتري يعتبر أكبر واحد من البرانشات اللي طالعة منين؟ اللي طالعة من السيرد بارت، ماشي؟ نازل زي ما هو كده السبسكابيلار أرتري أهو على الانفيرور بوردر بتاع الايه السبسكابيلاريس ماسل، لان انت عارف او زي ما شفنا في الرسمه اللي في عضله هنا كده اسمها السبسكابيلاريس، تمام؟ ده ماشي على الانفيرور بوردر بتاع السبسكابيلاريس من تحت، بس ايه السبسكابيلاريس ايه؟ السبسكابيلاريس مش مرسومه قدامنا، ماشي؟ وبينتهي هنا كده عند لاتيسموس دورساي من تحت زي ما انت شايف. الفكره بقى انه يعمل اناستوموزيس مع شويه ارتريس حوالين الاسكابيلا. حته لما انت تاخد عظم الاسكابيلا قدام او لما تاخد المنطقه بتاعت الاسكابيلا قدام هتعرف ان في حاجه اسمها انستموزس. انستموزس ده يعني واسطه ما بين شريان وشريان تاني. لو عاوز نرسمها لك انستموزس، لو ده شريان وادي شريان تاني اهو، الشريان ده خلص هنا والشريان ده خلص هنا، بس طالع ما بينهم هما الاثنين شويه ايه وصلات متوصله ببعضها. في الوقت العادي الانستموزس دوت الدم ما بيمشيش من هنا عشان يعدي هنا، لا مفيش حاجه، ولا الدم اللي هنا بيعدي هنا، الاثنين مفصولين عن بعض. ولكن لو افترضنا جدلا ان الشريان دوت اتسد، حصل فيه سده كبيره قوي هنا، تمام، وفي شريان طالع من هنا بيغذي عضله مثلا هنا، تمام، طب ما كده العضله ديت مش واصل لها دم خالص من الشريان. في الحاله ديت بقى تقوم الايه، تقوم الانستموزس دوت يفتح ويبتدي تدخل الدم لغايه جوه هنا علشان يغذي العضله الغلبانه اللي مش واصل لها دم، دي بمعنى كلمه انستموزس يعني، تمام. فانا بقول لك انه الشريان اللي هو اسمه السبسكابيلار ارتري دوت بيشارك في جزء من الانستموزس مع انستموزس مع ارتريس تانية في المنطقه بتاعت الاسكابيلا. ولكن يهمني انك تعرف دلوقتي ان السبسكابيلار ارتري هو اللي طالع هنا من السيرد بارت بتاع مين؟ بتاع الاكزيلار ارتري. ده كلام محترم. كمان في عندك اتنين برانشز، الانتيريور سيركمفليكس والبوستيريور سيركمفليكس. ادي ده اسمه الانتيريور سيركمفليكس، وادي اللي طالع من ورا ده اسمه البوستيريور سيركمفليكس، واللي مستخبي في نص الدايره ديت بس هي مش باينه عندنا هنا اللي هي العظمه بتاعت الهيومرس، اللي هي العظمه بتاعت الهيومرس اللي موجوده هنا. فالانتيرو سيركمفليكس ماشي قدام الهيومرس، والبوستيريو سيركمفليكس ماشي في ظهر مستخبي ورا الايه؟ ورا الهيومرس. الحته دي الحقيقه بنسميها السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس. سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس يعني منطقه النيك بتاعت الهيومرس اللي مهمه في الجراحه. ليه؟ لان فيها ايه؟ اتنين شريان، فلو حصل كسر هنا او بتاع هبهدلك الدنيا، في عندك شريانين اتنين موجودين ومنطقه انستموزس كبيره، تمام؟ لان الانتيريور سيركمفليكس عامل انستوموزيس مع البوستيريور سيركمفليكس هو كمان، مفيش مشكله. طب كده عندك الاثنين برانشز، الانتيريور سيركمفليكس والبوستيريور سيركمفليكس، والانتيريور سيركمفليكس عامل انستوموزيس مع البوستيريور سيركمفليكس اللي هي في المنطقه ايه؟ في المنطقه دي، وداخل في النص بينهم هنا عظمه الهيومرس بس هي مش باينه عندنا في الرسم، تمام. يبقى انا خدت دلوقتي في جزء انستوموزيس بتاع السيركمفليكس بتاع دوت السبسكابيلار ارتري، تمام، عامل انستموزس قدام على منطقه الاسكابيلا، وجزء انستموزس ما بين الانتيرو سيركمفليكس والبوستيرو سيركمفليكس هيومرال ايه؟ هيومرال ارتري. يبقى هم ثلاث برانشات بيطلعوا من السيرد بارت، السبسكابيلار ارتري اللي هيرجع بعد كده ينقسم لسيركمفليكس سكابيلار وسيراكو دورسال، ما يهمنيش دلوقتي، ولكن يهمني اسمه السبسكابيلار ارتري اللي ماشي هنا على الايه؟ على الانفيرو بوردر بتاع اللاتيسموس دورساي العضله الكبيره اللي موجوده على الاجزيل على الاسكابيلا ومش باينه هنا وانتهى تحت هنا. وعندك تاني الانتيرو سيركمفليكس هيومرال ارتري والبوستيريو سيركمفليكس هيومرال ارتري، والاثنين عاملين انستموزس مع بعض، تمام. كده انتهى الايه؟ كده انتهى البريكيال ارتري، وكده خلصت الايه؟ النقط المهمه جدا جدا في الاجزيلا، تمام. البريكيال ارتري فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت، ودوت برانش واحد، دوت برانشين، وده ثلاث برانشات، وعرفنا التوزيع بتاعتهم وعرفنا اسمائهم. بكده يعتبر خلصنا النقط المهمه قوي في الاجزيلا واللي هي محتاجه فهم ومحتاجه تركيز. باقي الكلام لو انت مسكت الكتاب بتاعك وقريت فيه هتلاقي الكلام الموجود كلام سهل جدا، مفيهوش اي صعوبه يعني، هتلاقي الكلام سهل وواضح ان شاء الله، مش هيكون في اي مشاكل. احنا كده خلصنا كل النقط الصعبه اللي موجوده في الاجهزه. اتمنى يكون الكلام مفيد وكل الناس تكون استفادت من الكلام، وان شاء الله باقي الاسئله اللي الناس بعتتها هنحاول اخلصها بكره ان شاء الله بالكتير. ولكن احنا خلصنا الجزء المهم بتاع الاجهزه اللي اغلب الناس كانت بتسال فيه ومش فاهمها. التوفيق ان شاء الله.